لمعاني أخرى. أمين ما شاء الله لك تجارب جميلة جدا في عدة قنوات، في قناة المجد، في قناة الواقع، وكذلك قناة الميدان، من بين متسابق في برامج الواقع، وكذلك معد ومقدم بعض الفقرات. ما شاء الله، كيف هذه التجربة والتنوع الحاصل؟ والله شوف، أنا صراحة أقول لك دائم الواحد إذا ينكر معروف أو فضل فهذا يعني ما في خير. أنا صراحة يعني من أعتبر نفسي من عيال المجد، يعني من بدايات المجد، من يوم كنت صغير وانا من بدايتي في المجد، يعني ايام المضامير وايام قديمه مره. وش معنى وش البرامج اللي شاركت فيها؟ اهلا اهلا ولا ما لحقت؟ والله اني ناسي والله، بس كثير واضح اني ناسي. لا والله بس كثير، بس يعني المضامير هو كان بارز في على ايام اول قبل ما يصير الساريه والمقابيس وذي. مع عمر قحطاني. الله عليك، مع عمر قحطاني مستعد بالخير، الشباب وليد الطقه معنا الله. ما شاء الله. فكان بدايتي في مضامير، مو في مضامير، يعني بديت في قناة المجد. بدايتي في قناة المجد. جميل. بس في أنا في شيء واحد اللي واجهته صراحة وخرب علي كذا شوي، حسيت إني يعني ماني ب يا أخي فهمت؟ يعني ماني ب يا ليل خبرني. لا والله، يعني دخلت في برنامج كان على قناة صلة أول، طلعت في البرنامج اليوم الثاني تقفلت القناة، ما أدري إيش السبب. كويس. عرفت إيش مستمر؟ أنا أقول لك، جيت بعدين المجد، المجد مستمر الحمد لله، يعني في شيء كويس. بس الميدان قفل طال عمرك. الميدان قفل. والواقع قفلت. لا لا لا. كلها قفلت. اللهم احفظ مجدنا. اللهم احفظ مجدنا من كل شر. اللهم أمنوا. اللهم. اللهم آمين. خوفتنا منك. لا والله الأمور طيبة إن شاء الله، وأي شيء أبد إذا صار شيء في المجد أعطيك فلينتي مالك. أول واحد. طيب وش أقرب محطة لك من هذه المحطات ما شاء الله اللي مرت فيها؟ الى نفسك. شوف والله، لا شوف انا بقول لك المجد كان لان بداياتها على ايام يعني شيء انتمي فيه، لكن والله كل شيء احلى من الثاني. الواقع تعرفك على ناس، تعرفك على يعني كل التجارب، كل التجارب حلوه. بس انا اشوف تجربتي الاجمل، يعني ما احب اجامل ترى والله، بعطيه اللي بيزعل عني. لا ما في زعل، يعني هذا رايي. افضل شيء صراحه جربته في قناه الميدان، لان اللي معي كانوا بعدين احنا عمرنا كنا يعني كنا حول بعض كذا، فكانت تجربه جميله، مو زي ما تكون صغير ما تعرف شيء وزي كذا. يعني الميدان كانت لا يعني نقله كبيره لك يعني صراحه. ليش؟ لانه في برنامج فيه اعداد، يعني تعلمت فيها الاعداد، يعني تعلمونك التقديم، مو بتروح منشد انك خلاص منشد، ترى انت احنا نقدم مكانك بس انا احترمك. والله بالعكس.